السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وبسم الله وعلى بركته نبدأ أولى جلسات ندوة الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. قبل الحديث والتعريف بالمتحدثين الكرام، اسمحوا لي بداية أن أشكر باسمي وباسمكم المجلس الأعلى للأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الندوة، تحديدا ما جاء في مقدمة هذه الندوة من الرسالة تحديدا الإعلامية للإعلاميين والإعلام، رسالة كانت من القلب، نأمل إن شاء الله أن تكون وصلت إلى العقل نحن معشر الإعلاميين. بداية اسمحوا لي بتقديم المتحدثين في هذه الجلسة الحوارية التي هي بعنوان قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي. من على يسار الحضور سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بنت أحمد آل ثاني، مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعاقة سابقا. سعادة الشيخة حصة عملت في مجالات مختلفة في بحوث إدارة وتنمية حقوق الإنسان على المستويات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية. على الصعيد المحلي عملت باحثة في جامعة قطر، كما عملت مساعدة مدير مكتب حرم سمو الأمير. الشيخة حصة عملت أيضا رئيسة قسم العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للأسرة ومديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. عملت كنائب لرئيس اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وكمنسق للجنة بالإشراف على تأسيس مركز الشفلح. من خلال عملها كمقرر خاص نفذت ومكتبها أنشطة هامة كالمسح العالمي، الندوات البرلمانية والفعاليات الإعلامية عن حقوق ذوي الإعاقة في الإعلام والدراما. ومؤخرا ترأست لجنة تفعيل قانون ذوي الإعاقة في دولة قطر، وهي حاليا نائب رئيس مجلس إدارة الشفلح، كما أنها تعمل بصفة استشارية على تفعيل استراتيجية الاتصال والإعلام والتوعية مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي. نرحب أيضا بالدكتور مهند العزة، خبير دولي مسؤول قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع تعزيز المجتمع المدني في الأردن، المنسق الإقليمي السابق لحقوق وكسب التأييد في منطقة الشرق الأوسط منظمة هانديكاب انترناشنال المملكة الأردنية الهاشمية. الدكتور العزة حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي المقارن من جامعة الإسكندرية، أيضا يحمل دبلوم عالي في الديمقراطية والحاكمية الرشيدة والسياسات العامة من المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية لاهاي هولندا. خبير معتمد لدى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وله مؤلفات عديدة منشورة في القانون الجنائي، كما شارك في أعمال صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب منظمات المجتمع المدني. اسمحوا أيدي أيضا بالترحيب بالدكتور عماد الدين شاكر، رئيس المنظمة العربية للمعوقين ورئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية. السيد عماد الدين شاكر حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس، تخصص ترجمة ولغة إنجليزية، وهو أستاذ جامعي منذ العام 1984 وعضو مجلس المستشارين، بالإضافة أيضا إلى عمله كرئيس المنظمة العربية للمكفوفين. الدكتور شاكر عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للمكفوفين. ترأس الدكتور شاكر الاتحاد الأفريقي للمكفوفين من عام 93 من القرن الماضي إلى عام 2000، كما كان عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للمكفوفين من عام 93 إلى عام 2000. أخيرا وليس آخرا، الدكتور رأفت غنيم المستشار لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب جمهورية مصر العربية. الدكتور رأفت حاصل على شهادة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة لندن، وخبير نظم معلومات ومحلل نظم في شركة IBM، ثم عمل مسؤولا للشبكة العربية للمعلومات الجامعة العربية، وهو أيضا مسؤول عن ملف القمة العالمية، كان مسؤولا عن ملف القمة العالمية للمعلومات من 2000 إلى 2005 جنيف وتونس، ورئيس قسم الإعاقة
وإعادة التأهيل في الجامعة العربية منذ العام 2006 وحتى العام 2009. طبعاً هذه الجلسة كما ذكرنا ستكون حوارية، وأنا طلبت من المتحدثين يعني تفضلاً منهم بعدم إلقاء كلمات حتى تكون هناك تفاعل ما بين الحضور وبين المتحدثين أيضاً. طبعاً فيما يتعلق بي كإعلامي، طبعاً أنا إعلامي اقتصادي ربما بعيد نوعاً ما عن هذه القضايا، ولكن نحن في الاقتصاد نتعامل ما كنا نسميه بقصص النجاح، وكانت قصص الأشخاص ذوي الإعاقة من القصص التي سيطرت على هذه القصص. ربما الآن أنا في إطار كإعلامي أتعلم وسأستفيد، ربما أنقل هذه التجربة سواء للمسؤولين أو لزملائي في إطار عنوان ماذا يجب أن يكون. للوهلة الأولى عندما قرأت محور الجلسة التي كلفت بها قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، كانت الفكرة لدي أن ما سوف أتحدث عنه مع المشاركين حول الأطر القانونية التي تحكم قضايا الأشخاص ذوي العلاقة، ثم نظرت إلى المحاور وجدتها إعلامية، كان هناك يعني عدم فهم مني ما علاقة القانون بالإعلام، ومن هنا ربما أدركت أن هو هناك وحلقة مفقودة ما بين الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي العلاقة. نتمنى في هذه الندوة أن نصل إلى أو نضع يدنا على هذه الحلقة المفقودة ويكون التواصل أكثر، نستفيد ونتعلم ونحاول نوصل الرسالة التي تريدون أن نوصلها. أبدأ مع سعادة الشيخة حصة بنت خليفة الثاني. شيخة، يعني أنت كمقرر خاص معني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة سابقا، ولديك من خلال الإعلام نعلم أن هناك لديك جهود خاصة فيما يتعلق في إقرار الاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي العلاقة. فيما يتعلق بالشأن الإعلامي، هل هناك بند خاص معني بالإعلام يكون هذا البند متعلق بمرجعية ومنهجية واضحتين يستطيع الإعلامي أن يرجع لها للتعامل مع مثل هذه القضايا في الشأن الإعلامي؟ السلام عليكم جميعا، وأشكر للمجلس الأعلى ولقناة الجزيرة توفير مثل هذه الفرصة الميكروفون توفير مثل هذه الفرصة للحديث عن موضوع بهذه الأهمية. طبعا الاتفاقية في أحد موادها الهامة هناك مادة هي رفع الوعي. رفع الوعي طبعا يتعلق بأهمية إيجاد الوعي أولا، بث هذا الوعي ورفعه بشكل أكبر لدى من لديهم يعني مسألة الحقوق أو الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. الاتفاقية الدولية طبعاً، وأنا سأترك الحديث عن بنودها يمكن بشكل قانوني أو حقوقي للمختصين أكثر، دكتور مهند، دكتور عماد، لكن موادها اشتملت كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تضمنت هذه المادة بشكل خاص لأنها من خلال الخبرة ومن خلال مثابرة الحركة العالمية للإعاقة والتي في مجملها هي منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعاقة دولية، هي التي بصراحة ثابرت لإقرار مثل هذه الاتفاقية، وأنا كنت جزء صغير من هذا الجهد المتكامل في تلك الأثناء. بسبب عملهم على مسألة رفع الوعي ودعوتهم المستمرة التي من خلالها عملوا على رفع وعي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، على رفع وعي منظماتهم أو مجتمعاتهم المحلية، حتى هنا منهم خبراء صراحة وجوه معروفة كانت موجودة في العالم العربي وكانت متواجدة هناك، هم الذين جاءوا إلى هذا الإقليم وعملوا على رفع الوعي بالاتفاقية وبنودها وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا هناك من خلال رفع الوعي رسائل هامة للإعلاميين لكيفية التعامل، يعني أنا أعتقد أنا وغيري، أنا لما من خلال المكتب عملنا على مسألة تأسيس هذا الوعي ورفعه وبثه، على أن يكون علاقة الإعلام بالحقوق ذوي الإعاقة علاقة طبيعية، بمعنى أنها جزء من نسق
لأن هناك ما زال خطوات كثيرة لابد أن تبذل في هذا المجال، وأعتقد الندوة هذه تعتبر أحد هذه الخطوات الإيجابية التي إن شاء الله ستحقق على رفع هذا الوعي. طب سنتحدث عن كيفية التجاوب، لكن اسمحي لي أن يعني أنتقل لدكتور مهند العزة. طبعا دكتور مهند العزة، عندما قرأت ورقة العمل التي قدمتها أبلغت منسق المؤتمر السيد سمير سمرين بأنني ربما لن أقدمها بسبب المحاذير الكثيرة التي قدمها في ورقته، قل ما لا تقول، والعنوان الورقة كان مثير يعني لفت نظري كثيرا، أشخاص ذوي الإعاقة بين مطرقة يا حرام وسندان يا سلام. يعني السؤال، يعني هل تقصد أن الإعلام دكتور عزيز ساهم من حيث يدري أو لا يدري في تكريس مثل هذه الصورة؟ وما قصدته في هذا العنوان؟ بس واحد الإخوان يساعد. نعم، شكرا. شكرا جزيلا أستاذ نديم، والشكر موصول للمجلس الأعلى في دولة قطر العزيزة على هذه الدعوة، على هذه الفرصة. يعني بداية الإعلام يثار، يعني السؤال المبدئي في دور الإعلام في قضايا الإعاقة، كما يثار السؤال في علم القانون الاجتماعي أيضا، إنه هل الإعلام هو يعكس أننا اليوم بهذا اللقاء نرسي قاعدة جديدة للتبادل السلمي للصلبة في اليمن. وهذه القاعدة الذي نتمنى على أنها تسير بهذا الشكل، لأنها المطلب من الشعب اليمني هو تبادل سلمي للصلبة، وهو العمل بالنهج الديمقراطي والعودة إلى للاحتكام للشعب، والشعب هو مصدر القوة وفقا لما ورد في الدستور. وأننا أمام مرحلة صعبة ومعقدة، وأن الشعب اليمني الذي خرج بالملايين في الانتخابات المبكرة يعطي رسالة واضحة لوقوفه من أجل الأمن والاستقرار ومن أجل التغيير للأفضل. واليوم ونحن نستقبل ونودع، نستقبل قيادة جديدة ونودع قيادة